ما هي عشبة الخلنجان؟ وما هي فوائدها للجسم؟ وهل فعلاً تقي من أمراض خطيرة؟ كل ذلك وأكثر تشاهدوه في هذا الفيديو بعد فاصل قصير. سلام من الله عليكم متابعي قناة توب تنات. عشبة الخلنجان هي من النباتات الطبية، تشبه الزنجبيل والكركم، تستخدم في الطعام ولها فوائد علاجية متعددة. قد تساعد في خفض الحرارة، تشنجات العضلات، تخفيف الالتهابات. وقد أوجدت بعض الدراسات بأن مستخلص عشبة الخلنجان من الممكن أن يساعد في علاج الضعف الجنسي عند الرجال، ويكون ذلك بزيادة أعداد ونشاط الحيوانات المنوية ورفع مستوى التستوستيرون أيضا. ومع ذلك ما زالت هناك الحاجة للمزيد من الأبحاث لإثبات ذلك بشكل أكيد. من الجدير بالذكر بأنه يجب تجنب تناول عشبة الخلنجان في حالة الحمل أو الرضاعة لعدم وجود الأدلة الكافية على درجة أمان استخدامها في هذه المراحل. إليكم فيما يلي أهم الفوائد الطبية لعشبة الخلنجان. أولاً، تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. تعد عشبة الخلنجان من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الأمراض والعدوى. ومن مضادات الأكسدة في عشبة الخلنجان مجموعة البوليفينول، وهي مركبات كيميائية من شأنها المساعدة في تحسين الذاكرة، تقليل نسبة السكر والكوليسترول الضار في الجسم، والحماية من أمراض القلب. ثانياً، الحماية من مرض السرطان. بيّنت بعض الدراسات تأثير عشبة الخلنجان في الحماية من مرض السرطان، وذلك بسبب احتوائها على بعض المواد الفعالة في قتل الخلايا السرطانية ووقف نمو الأورام وانتشارها. وتعد الأبحاث باستمرار لدراسة أثر عشبة الخلنجان على السرطان لإثبات دورها فعلاً. ثالثاً، تخفيف الالتهابات والألم. يمكن أن تساعد عشبة الخلنجان في تخفيف الالتهابات التي ترافق بعض الأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل. ففي دراسة أجريت على 261 شخص يعانون من التهاب المفاصل المزمن في الركبة، فإن 63% منهم أفادوا بانخفاض ألم الركبة بعد 6 أسابيع من استخدام عشبة الخلنجان الزنجبيل مقارنة بالأشخاص الذين لم يستعملوا هذه الأعشاب. رابعاً، خصائص مضادة للعدوى. تمتلك عشبة الخلنجان بعض الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا والطفيليات، فقد بيّنت بعض الدراسات دور عشبة الخلنجان عند إضافتها للطعام في الوقاية من داء الضمات الناتج عن تناول المحار النية، كما قد يكون لعشبة الخلنجان دوراً في قتل بعض أنواع البكتيريا الضارة. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع، وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله.